Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna tu wa amir istiyal meru wa juhtani isi wa lbom gharkini isu gariyeba. Kusu wa nubada bramishka tartanka Qur'an akhiska wa mahinta siti FM radiyaha magalada jawar. Wa haidi lasu utini ya di ibu minu ukaran nubro. Ani wa Muhammad Yasin, Madi Muhammad Yal Alfa, Muhammad Ali Umar, Muhammad Da'ad, Yal Qasamaniya. Qayb takamir dan waha naga sa'idi ya mubayi musibu jati ya mubayi kaskay. Meru wa juhtani wa hamdi lillahi nahayid wa rumun aksan. Galabta halkan waha kutro wa tartami doona. Isa Yusuf Abdi ibu Hussein Muhammad Umar. Ilaahay diintana leh su'aalood ku qoray 14 Qur'aanka Kariimka meel baa jirtaa xubnaha heer Ramadaan Kariim ee waxa hadda ina dabsan doonaa nambaradii lambarka kowaad waxa qabsaday Hussein Muhammad Umar oo su'aasha koowaad ay ku bilaaban doonto haddii eebbaweynuhu uu kraal noqdo. بسم الله. السؤال الأول اقرأ في سورة البقرة رقم الآية 272 صفحة 46 قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ومثل الذين ينفقون فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب شهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الله تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أديو مسيح حسين محمد عمر سؤالي سيسد حدا يا أنت سكو سؤال الله تي سؤالي أفراد يا لو دين دونا هدي بويرو كرا النقض. سؤال الرابع اقرأ في سورة طه رقم الآية 83 317 قوله تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال لي عسى يتذكر. فما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم الأعد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا. قال موعدك قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قال فاذهب فإن قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ فعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ أفعصيت أمري. أي هاتنا وحن قلقلي دونا عيسى يوسف عدي سؤاشي سي ورسى يلو يدين دونا دي اي بوينو وكرا اللقاء سؤال الأول اقرأ في سورة البقرة رقم الآية 220 صفحة 35. قوله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تقانطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتهم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم
ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا لعلهم يتذكرون ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن فلا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف فلا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
السؤال الثاني يا إخوة في سورة المائدة رقم الآية 41 صفحة 114 قوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه فإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة فآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة فأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة من الكتاب ومهيمنا عليه أدهما سيحي عيسى يوسف عبدي سؤالي سيستحاد يا أنت سيكو سوى الله تهي مكان وحا أقود قلي دونا سؤال الرابع إخوة في سورة الأعراف آية 23 صفحة 323 قوله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلية قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي
بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتفاتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فعاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلية تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون فهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون عدي ومسيح رسول يوسف عبدي سلاشي سي أفراد يأتى سكو سوى الله تاوي مكرا وحارب وكرا دوها سلاشي سي شراد بدي إلى عكرا دوها السؤال الخامس إخوة في سورة الهود رقم الآية
السابعة صفحة 405 405 قوله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أديو ما سيهي عيسى يوسف عبد سواشيسي لحادة يا انتاسي كسو إلا تاي ان قدونا حانجا الله ان انتاسي كسو قبا قبا نبرا مشكا ترتنكا قرآن كريم كورباه انتاسي تيفا امراضيها مقالغا جوار برا مشكا وحا اذي الله سعود سيني يارقوا محمد ياسين مهدي محمد قلفا وحا فرسمينيين محمود علي عمر محمود داعت فانتا كامرده وحانا نقاس عدين منير موسى بجيتي منير كاسكي قدقا وحاوها معلن عيسى عثمان احمد اي معلن عبد القادر الشيخ احمد عارف ام وحا وذا ترتمي عيسى يوسف عبدي وربا حسين محمد عمر مهو باجوكتان وحن دي لنا رمضان وناكسن انتان برامش كان برامش حيولو كوكو من واحد دي لنا هاي سيدا عسي النبات قليو